من سوريا أتشرف أن أقف بين يديكم سادتي العلماء الأجلاء المحتفين بالشهداء. أقول باسمه تعالى، قال ربنا العظيم في محكم كتابه الحكيم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجركم أيها السادة، عظم الله أجركم أيها المسلمون، أيها المؤمنون والموالون، عظم الله أجركم يا أحرار العالم وأدعياء الإنسانية وحقوق الإنسان في عصر الحضارة الرقمية، بل عظم الله أجركم بالإنسانية وكل القيم وكل الفضائل أيها السادة، لأننا في عصر العولمة الكونية والحضارة الرقمية ما زال الأدعياء والأشقياء وأهل الجاهلية يتحكمون بمصائرنا. فبالأمس وأمام العالم أجمع والدنيا بمسمع والأمم بمسمع، قام أهل الجهل والتخلف وكل أنواع العصبية في مملكة الرمال بقتل كوكبة من الرجال الأبطال حرابة بالسيف المسلط على رؤوس الأمة منذ قرنين ونصف من الزمن، وما زال يقطر سيفهم حقدا وبغضا ودما طاهرا زكيا. جريمة منظمة بل مجزرة مروعة بحق أولئك الذين لا ذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا الله. السلام على الشيخ. وليس ابن تيمية أيها السادة، منذ أن تسلطت تلك الحفنة اليهودية وأنصارها من أعراب نجد حيث قرن الشيطان وتخطيط ومساعدة من أمم وأهم أمهم الشمطاء بريطانيا على مقدسات الأمة الإسلامية ومقدراتها، لم يهدأ سيفهم عن أجسامنا ولم تشبع نفوسهم من دمائنا، فمتى يشبعون من القتل وسفك الدماء؟ فإلى متى نقتل بسيف البغي الأموي؟ وإلى متى نقتل حرابة بسيف النظام السعودي؟ وإلى متى يقتل السفهاء الحلماء والأشقياء الأتقياء والأراذل العظماء والشياطين الأولياء وبني إسرائيل الأنبياء؟ إلى متى يقتل يزيد الحسين؟ إلى متى نستشهد بسيف الظلم ولا أحد يستنكر؟ إلى متى ستبقى هذه الأمة تدفن الشهداء خلسة؟ وشرح جناب الشيخ مشكورا: وتصفق للمجرمين القتلة وتحني الجباه العالية وذات الثفنات لأبناء الدعايا وأصحاب الرايات. إلى متى تنتهي هذه المصيبة في الأمة؟ هذا العالم الواحد، العالم الواحد، أما آن له أن يستحي لينهض ويصرخ في تلك الوجوه الشيطانية الخبيثة أن كفوا وقفوا عند حدكم فقد أحرقتم البلاد والعباد
وهذه المجازر برسمكم الخبيث واسمكم الطائفي البغيض. أيها العالم الظالم، ألا تعلمون أن كل ما يجري من أفغانستان وحتى لبنان مرورا بالعراق الجريح وسوريا المقاومة والبحرين المحتل واليمن الصامد وكل ما يجري من مجازر وقتل وتدمير هي من تنفيذ وتمويل بني سلول وسعود وأبناء صهيون اليهود؟ ألا فلينهض العالم من غفوته وغفلته والأمة من كبوتها وليصرخوا صرخة حق بوجه سلطان ظالم وحاكم جائر. أيها السادة، كل العبارات الشجب أنفدناها، وكل عبارات العتب والاستنكار والرفض لا تكفي حق هذا العمل الجبان الذي أقدمت عليه صبيان بني سعود يوم أمس بحق شبابنا الأبطال المجاهدين. فبأي ذنب قتلوا؟ فبأي ذنب قتلوا أولئك الأبطال الشرفاء؟ ولماذا تشوه صورهم وصور شهاداتهم ويقال عنهم يحملون الفكر الوهابي التدميري التكفيري الإرهابي؟ هذه أعظم جريمة من تلك، تشويه صورة هؤلاء الشهداء بهذه الطريقة. ولو استطاعوا أن يشوهوا صورة الشهيد النمر من قبل لفعلوا ذلك وقالوا أنه إرهابي وهابي. الفكر الذين يحملون الفكر الوهابي الإرهابي ويقتلهم حرابة بالسيف الوهابي، وهم يحملون الفكر النقي التقي الحضاري لأهل البيت النبوي، ونحن لا نعلن رفضنا وانتقادنا لهم فقط، بل علينا أن نعلن عن استعدادنا بالنصر ولنصرة إخوتنا إذا قاموا بنهضة حسينية حيدرية ضد الظلم والظالمين. ألا فانهضوا ونحن معكم إن شاء الله تعالى، والله معكم والشرفاء معكم، ولن يتركم أعمالكم، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبتوا أقدامكم. عظم الله أجركم بهؤلاء الشهداء، وعظم الله أجر الشهداء عند الله بسقاية شجرة الدماء، شجرة أبي عبد الله الحسين. عظم الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.